يلا بينا نعمل السينابون في دقيقتين وهيكون جاهز معايا. سينابون الميكرويف سهل جدا وسريع. هقول المقادير بتاعتي، هجيب البولة وهجيب المعلقة، بولة أو مج عندك. هبدأ أنزل بالمقادير بتاعتي، معايا 3 معالق دقيق هحطهم معلقة معلقة، وبعدين هحط السكر بتاعي 2 معالق كبار، أنا موحدة المعلقة في كل المقادير، معلقة كبيرة في كل المقدار. دلوقتي هنزل بالزيت، 2.5 معالق زيت او سمنة او زبدة اللي موجود عندك. ودلوقتي هنزل بالبيكربوناتو والبيكنج باودر، 1/4 معلقة صغيرة من كل منهم. ودلوقتي هحط الزبادي، 3 معالق كبيرة زبادي او لبن، الاتنين بيرفعوا معايا العجينة وبتبقى حلوة. هبدأ دلوقتي انزل بباقي الزبادي بتاعتي، وبعدين هجيب البولة وابدأ اخلط فيها. انا عايزاها تبقى متجانسه كويس، مش بتاخد مني اي وقت، هي خلطه سريعه وخلاص وبتكون جاهزه. حلوه جدا وسهله وطعمها قريب جدا من اللي احنا بنعملها وبنعجنها. دلوقتي هبدا اجيب الخليط بتاع السينابون، 2 معالق كبيرة، فيها 1/2 معلقة صغيرة قرفه ونص معلقه صغيره كاكاو خام، وهبدا اوزعه على الوش، الوش كله يبقى متغطي بيه. ودلوقتي هجيب عصاية الشيش وابدأ اقلب بالراحة كده من على الوش. انا عايزاه يتجانس، عايزة الكاكاو والقرفة تدخل شوية في المسام بتاع العجينة دي. وهبدأ دلوقتي ادخله الميكرويف، مش بياخد اكتر من 2 دقيقة وهيكون معايا جاهز. الحلو فيه ان هو بيكون سريع معايا، لا عجنت ولا خد معايا وقت، 2 دقيقة بالظبط وبيكون جاهز معايا. دلوقتي هبدأ اعمل الصوص بتاعي، هجيب جبنه كيري وهجيب 2 معلقة صغيرة سكر و2 معلقة كبيرة لبن ورشه فانيليا، وهبدا اخلطه لما اوصل للقوام ده وانزل عليه. جربوه وقولي رايكم، لايك وشير وكومنت حلو ليا، ومع السلامه.